اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الأمال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل، أفضل عند الله من أجبل، شمخنا من ظواهير الأعمال. الله سبحانه جل جلاله يقول في كتابه المحكم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصيتنا للمسلمين هي وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله. التعلم والعلم به، العلم والعمل به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل العمل. قال ابن الأنباري لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على الاستغفار، لأن من لم يعلم لا يمكنه أن يستغفر، فكذلك من لم يعلم لا يمكنه أن يصلي، كذلك من لم يعلم لا يمكنه أن يعتقد، كذلك من لم يعلم لا يمكنه أن يزكي، كذلك من لم يعلم لا يمكنه أن يتوضأ. فعمل بدون علم تضيع وقت. وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل، أفضل عند الله من أجبل، شمخنا من ظواهر الأعمال.